لايف من الاستديو. من بعد الخسارة الأليمة يا هي مرة لكني لا زلت ثابت. خليك ثابت. وأنا كنت متفائلة إنك أنت راح تفوز، وأنا متأكدة راح تصدمني بيوم من الأيام إن أنت راح تفوز علينا كلنا، لكن بالنهاية ما يخالف. إذا قبل شوي كانت النفوس شاينة وشايلة على بعض، دائما الخميس يكون آخر الحلقة نتحول إلى حوامات سلام ونرد نحب بعض مرة ثانية. عالم شي عالم جميل ورائع بالأصوات الجميلة ورائع. وصل فقرة لايف من الاستديو والأصوات الجميلة دائما تصاحبنا في آخر الحلقة ونستمتع ويودونا برحلتهم بأصواتهم الجميلة. بداية نوران صباح الخير. Good morning. أنا دائما أسأل هالسؤال، أقول له هل أنت morning person ولا مو morning صباحية؟ ها جدا حلو زين. واحد عشان لما يحاورها يكون مرتاح لما يحس أني بالضمير. عادة إحنا نحاتي من الناس إن تكون جاية الصبح وقاعدة وايد مبكر. اليوم إحنا نتكلم دائما بخصوص خصوصاً فقرة هذه الخميس، ناخذ المواهب الجميلة اللي تكون موجودة لكن محتاجين نحط عليها كذي شوية بوش وليتات وكل هذه الأمور. فبدايتك اليوم من وين بلشتي؟ وين حسيتي إنه أوه لا أنا عندي شيء صوت حلو وأبي أغني؟ هو بلش الموضوع إنه أول شيء كانت ماما بتحاول تعلمني جيتار وبيانو، فكان جايبة على البيت ما مشي الحال، ما بنعرف نعزف. Not our area of expertise. Okay. بعدين بلشت أغني بالمدرسة نشاطات إذاعية بس كان كله in English. بعدين طلعنا على الجامعة، هون كان البومينج زي ما بيقولوا. حلو. ف I joined bands، بلشت أغني معهم، عملنا concerts إنه جوا الجامعة وبرا الجامعة. ف يعني هيك بلشنا. بعدين إذا بيكون في أي event أو شيء يعني I participate in general. Yes. طماع أنا وايد طماع. إيه إحنا على طول نبي نسمع. والله جاهزين احنا ترى 3 2 1 المايك عندك. Let's do it. Summer after high school when we first met, we made out of your Mustang, no Radiohead. No my 18th birthday we got matching tattoos. Wow. We used to steal parents' liquor and climb to the roof. Talking about a future like we had a clue. Never thought that one day I'd be losing you. And another life I would be your girl. We keep all our promises, the earth's against the world. And another life I would make you stay, so I don't have to say you were the one that got away, the one that got away. Nice. Sorry. واو والله وديتنا عالم ثاني يا نوران. فعلا جميل 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 جميل. نوران انا دائما اسال هالسؤال، من بين كل الاغاني من بين كل المطربين اللي تسمعينهم، منو اقرب لقلبك اللي تحسين انه تنتظرين الالبومات او تنطرين اي اغنيه منهم دائما تحسين هذا انا this is me؟ شوف هلا هو في two answers. I listen to many people. Okay. Mainly Adele, Ed Sheeran, Maroon 5. بس أنا بحب يعني أكتر أغنية لمارون 5 يمكن قديمة شوي اسمها She Will Be Loved، لأنه هاي كانت أول أغنية أنا غنيتها يعني in public. أوه. فا it has a special يعني place بقلبي. فا عشان راح أنت راح تغنينها عيل لأن إيه بدام هي already your favorite حتى لو كانت قديمة. Sometimes يعني all the time gold يعني old is gold. Yeah, go ahead. Beauty queen of only 18 she had some trouble with herself. He was always there to help her. She always belonged to someone else. I drove for miles and miles and wound up at your door. I've had you so many times, but somehow I want more. I don't mind spending every day. I know you caught her in the pouring rain. No, yeah. Look for the girl with a broken smile. Ask her if she's gonna stay a while, and she will be loved. And she will be loved.
شاء الله ما شاء الله نوران. أنا يعني أنا أنا يعني أفهم إن إحنا في استديو مفتوح ما في عوازل المايك يعني بدون آلة موسيقية، ولكن تبارك الرحمن صوتك بروحه جاي يودينا العالم الثاني. حبيت على الخشب نطق على الخشب. ما شاء الله اليوم مع تعدد المواهب نوران، وقاعد نشوف ما شاء الله كل شاب وشابة قاعد ياخذون لهم خط معين يحس انه هو يمثل شخصيته على نفس المود، على نفس يمكن طبقات صوته اللي تناسبه. فاليوم انت اختيارك قررت ان انت تختارين الغنى بالاجنبي، ويمكن حتى قاعد تختارين أغاني تناسب شخصيتك وطبقات صوتك. لو إحنا اليوم قاعد نقول ممكن تطلعين من هالكومفورت زون وودك تحطين نفسك بتشالنج إن تجربين شيء وايد مختلف، قاعد تجربين شيء أو ودك تجربينه وتدشين فيلد ثاني أو ستايل مختلف؟ ولا شوفي هو ممكن، بس يعني تنيدز إنه تدريب كتير. هلا أنا مش كتير إنه شاطرة بغنى العربي، فهذا ممكن يكون إشي يعني حاب أضبط حالي فيه زي ما بيقولوا. بس إن جنرال أنا كتير بحب أمكس أغاني عربي وإنجليش، يكون في حدا يعني يغني معي بالعربي وأنا أغني إن إنجليش وماشت up together. واو، وجربتيها من قبل؟ yeah we did it before، يعني عملناها قبل. حتى كمان جربت مثلا أعرب الأغاني الإنجليش، يعني إنه all of me عملناها مرة على العود. واو. أتوقع قوية. أتوقع أي فكرتها حلوة. عود دائما آلة العود بروحها عالم ثاني، وهالمرة وصوتك يعني نوران يعني أنا ما راح أجاملك، الصوت تبارك الرحمن جدا جدا جميل، وقاعد أستمتع وأصلا صرت طماع إني أبي أسمع مورا مورا مورا. قالتهم إحنا أبي نسمع، بس في شخص وده يشارك معنا باتصال جميل حق نوران. صباح الخير. صباح الورد. هلا طال عمرك. هلا ابو كميل. يا هذا الصباح اللي صحيك والهان اعتر رشفة شاي راسي يتكدر. يتكدر. هلا ابو كميل. شنو الصبح الجميل هذا؟ يا حظنا فيك يا ابو كميل، يا حظنا فيك. يلا احييك واحيي الستاف اللي كله، طبعا روان وعبد الرحمن نوران تمثلني لانه بالانجليزي، فانا قاعد افهم. اي ابو كميل احنا يبناها حقك ابو كميل، احنا اليوم انت قاعد الصبح فيبناها يبنى نوران اليوم حقك. ايه مشكورين الخميس مشكورين. بس عجبتني كلمه ودي اسمع منها اغنيه ليونيل ريتشي اللي هي نسيت اسمها لحظه. هلو اللي تقول الدنيا توصل هي كمبيوتر ريتشي. شو يقول؟ ولا كل بيدق علينا الحين، هو بيدق علينا يقول هذا ايش قال؟ حاول مره اخرى مره ثانيه ابو كميل، عيدها. شنو؟ المهم لا انا ريتشي اللي يقول مو هلو تسمي لك فور الثانيه المشهوره. ما نسيت عرفت هذا لما انت تقول حق اليمك الاغنيه اي واحده هذه اللي يقول فيها ابو كميل شلون قاعد تلحن انت شلون؟ ابو كميل برنامج اكثر من رائع صراحه، حبيت يعني اشارك والله. الله يحفظك يا خلاص ابو كميل نورتنا والله. متى تنورنا الاستوديو ابو كميل؟ والله ايوه قاعد اقول انا حق هذا الناحيه ما لها دخل. انا هذا لاعب ابو كميل اللي يقول بلنتي هني، ما تقول بلنتي ضروري. قول حق نوران anything else thanks a lot. يعني اذا ابو كميل دق علينا واعجب بصوت نوران فاتوقع اليوم خلصنا احنا. عمره ما يدق صدق نهائيا. وصلنا يعني وصلنا اليوم ان احنا نكسب جمهور مختلف يمكن يعني ينطرب بسماع الكلمة والصوت الحلو. احنا ما نبي حتى نطول وايد لان احنا مثل ما قال طلب طماعين ان نسمع اكثر منك. فشنو ودك الحين تسمعينا؟ في فاليري لأيمي واين هاوس. I don't know if you know the song بس go ahead. اكيد في لها فانس قاعد يسمعون. اوكي. Sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things that you're doing. In my head I paint a picture. Since I've come on home where my body's been amazed and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Yeah. Valerie.
انت الياء الحين انا اقول لك اياها ياء عشان ما في موسيقى فبنحاول يعني تمكسر اب يس. عموما يعني هذه على هذه الاجواء والانغام الجميله وصوتك ما شاء الله. نختم في الويكند يكون هو هذا القفليت ومال حلقه يوم الخميس. مشكوره على وجودك معنا نوران، ان شاء الله اتمنى ان دائما دائما صوتك يوصل حق كل الناس. كلمه اخيره ودك تقولينها في حق الناس اللي يغنون وعندهم هذه الموهبه، شنو المفروض يسوون يتعبون عليه؟ هو من حدا لحدا بيختلف، لأنه أنت بتعرف يعني إنه كل واحد بيكون عنده a different vocal ability. بس يعني هو دائما أنا يعني personally بحس إنه أهم شيء إنه أنت تكون مبسوط وأنت عم تغني. يعني بالضبط بالضبط. من القلب عشان يوصل على طول لإذن المستمعين. إحنا أكيد رح نختم معها بغنية من اختيارها. ما أدري إذا ودش تعطينا شيء حصري، تبي تغني شيء حصري حق نغم، أو أنت ودك تشاركنا أو شيء عندك يعني أغانيك الخاصة. لا لسه وصلنا شهر مرحلة. لازم لازم ضروري ضروري. ساين عيل بدام يعني قلت لك إياها I think it's a sign for you. فرح نختم أكيد معك، وإحنا كذي نقول حق المستمعين هذا آخر صوت تسمعون لنا اليوم هالويكند. يعني يريدون يسمعونا يوم الأحد إن شاء الله. إن شاء الله. كنا معاكم فريق نغم صباح، أنا عبد الرحمن الخميس، وأنا اللي خسرانة روان المرزوق، وأنا اللي فايز وثابت طلب. وهزار بعد أقول لكم هذا نايس ويكند، استمتعوا بالأجواء وديروا بالكم مثل ما قال أسامة، اليوم يمكن الجو بالليل يكون هوا تارس، تدفوا وخذوا جاكيتاتكم، لا تروحون وايد بالأماكن المفتوحة، ولكن أدلوا أي طلعة خارجية عندكم يمعة، ويفضل تكون السبت. Enjoy your weekend. نترك المايك حق نوران. Loving can hide, loving can hide sometimes. It is the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. Yeah, we keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your refugees, holding me closer till the rise of me. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Wait for me to come home. Wait for me to come home. Thank you. ساحة جديدة. مارينا FM. هلا والله.